السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في المرة اللي فاتت رسمنا فيديو في فيديو رسمنا فيه اخ احمد حسن، والفيديو اللي بعده رسمنا فيه الاخت زينب. كده احنا رسمنا الاثنين. طبعا الصورة اللي اخدتها من فيديو كان فيها مرسوم الصورتين بس، فاحنا عايزين ندخل الطفلة طفلتهم معهم في فاحنا المنطقة دي حندخل فيها الطفلة بحيث تبقى صورة الطفلة معاهم في نفس الصورة، تمام؟ فاحنا في بداية الرسمة اللي تابع الفيديو الأولاني حددنا مكان رسمة أحمد، وبعد كده مكان رسمة زينب، ودركيتي حاليا الطفلة لنا. شوف كيف الرسمة. هنا طبعا لما حددنا المنطقة دي إن حنرسم فيها الطفلة، وزي ما انتم شايفين. وطبعا عشان ارسم احط يدي كده في القلم حيخرب الرسمة، فدايما اللي بحد يرسم ويكون في منطقة مساحة زي كده حركة اليد ممكن تخرب الرسم، فممكن يحط منديل كده اثناء الرسم. فبنرسم فطبعا هي طفلة ليها أيام، فالعيون بتاعتها ما بتبقاش مفتوحة طبعا زي الأشخاص الكبير، ربنا يحفظها. فبنرسم العين زي ما احنا شايفين كده، تمام. وطبعا ما فيش حواجب، الحواجب مش بتبقى ما بتبقاش شعر الحاجب لسه أنبت كويس. فبنرسم كده زي كده، هنا وهنا بنحدد النقاط الأساسية في الرسمة زي ما احنا شايفين كده. كده ده البوك، بنحدد بالقلم بالخفيف كده، وهنا بنرسم محيط الوجه، نرسم كده المحيط. بعدين هنا زي كده، وفي هنا محيط. هذا المحيط ده محيط بنحدد كده النقط الأساسية، هنا وهنا كده، ودي الملابس هنا زي كده نفس الطريقة دي. بعدين بنيجي العين، بنشوف مرسومة ازاي، يعني عين الطفل في اللي هو ده الخط الرئيسي بتاعها فوق، تمام، وفي الخط اللي تحت ده، وفي الجفن. بعدين العين نفسها في منطقة اللي هي السوداء اللي هنا البؤرة هنا، وبعدين بنديها خط هنا بسيط كده، خط هنا زي ما انتم شايفين كده. وهنا في ظل شوية تحت العين هنا كده، اللي هو المنطقة دي خفيف كده، هنا فوق العين حنظل لها تظلي شوية. هنا كده اللي هو التحديد الأول تحت العين الأولى، بعدين نروح للعين الثانية برضو نفس الشكل، ندي هنا برضو العين الثانية زي كده، هنا هنا
بنفس الشكل ده كده. طبعا بنزود الحتة اللي فوق زي ما عملنا في العين التانية اللي هي الرمش. بيزيد كده لبرا طبعا، الجفن فوق برضو تمام. وفي المنطقة اللي تحت العين اللي هي دي هنعملها خفيف برصاص، وفي هنا المنطقة دي طبعا هو مفهوش حواجب، مفهوش حواجب فوق، لكن في تظليلات بسيطة كده هنعملها. يعني هنا خلاص عملنا المنطقة دي الغامقة، وهنا المنطقة دي بنغمقها شوية كده بسيط، وهنا المنطقة دي برضو فيها تغميق بسيط كده. وهنا هنا في تغميقة، وهنا مكان الحاجب طبعا مفيش حاجب، بس في ظل ظل كده. تمام، بعدين بنيجي لمكان الأنف. هنا نرسم بالقلم الأخف شوية السنة لأنه صعب التحكم فيها كده. هنا مكان الأنف، تمام، والأنف الثانية برضو. بعدين بنرسم المنطقة اللي في الوسط هنا في وسط الفم دي لونها أسود، بس احنا مش هنديها أسود صرف، يعني هنغمق باللون الرصاص. هنضغط بس على القلم، يعني هو نفسه لون الرصاص بس بنضغط على القلم عشان تبان المنطقة دي. تمام، وبتروح هنا شوية كده خطوط القلم زي ما انت شايفين كده. نيجي من هنا برضو الناحية دي خط القلم بيروح كده تمام. بعدين بنلون الشفايف نفسها خفيف بالقلم، مش منضغطش على القلم قوي، لأن في تلوين الشفايف حسب، لو مثلا شفايف واحدة زي كده، شفايف واحدة وفيها أحمر شفايف ولا فيها حاجة، بنضغط شوية على القلم الرصاص بحيث يبان الشفايف لونها. لكن في رسمة الطفل طبعا ما فيش حاجة على شفايفه، بتبقى بالقلم خفيف زي ما انتو شايفين كده. ده هنا تقريبا كده رسمة الطفلة. بعدين بنشوف مكان ال كده مكان الشعر هنا زي كده. طبعا بنرسم في منطقة هنا بنديها بالقلم على طول، وبعدين حنرسم الشعر اللي جاي لقدام ده. هنا دي كده منطقة الشعر، دي المنطقة اللي هي فوق اللي هي الشعر فيها كثيف. بعدين حنعمل الخطوط بتاعت الشعر اللي جاي لقدام. انتوا شايفين كده لحد الأذن، الأذن برضو فيها تحديدات الأذن عشان تبان الأذن تحت الطفل هنا بالشكل ده. خلاص احنا عملنا كده الشعر. بنيجي للشعر اللي طالع لقدام زي ما انتو شايفين كده، بنعملها بقلم رصاص كده.
زي ما انت شايفين كده. انا هنضغط على القلم على المنطقة اللي ورا دي بالشكل ده عشان ما يبقاش فيها النقاط البيضة. زي ما انت شايفين كده. واللي ما تابعنيش في الفيديوهات الاولانية يقدر يتابع يرجع الفيديوهات فيها رسمة الاخ احمد والاخت زينب هنا كده زي ما انت شايفين. دي كده رسمة الطفل. هنا المنطقة دي اللي هي فيها ظل نظللها شوية. طبعا باقي الملابس بتاعت الطفل لونها أبيض فكده مش هنحتاج نلون الملابس بتاعت الطفل، بس هنضطر نلون الخلفية بتاعت الصورة الأساسية اللي هي صورة الصورة دي زي ما انتو شايفين ان الاب او الاخ احمد لابس تيشيرت اسود، فاحنا عشان هنلون المنطقة دي عشان تظهر يعني الطفل الملابس بتاعته بيضة، فدي ابيض ودي ابيض، فاحنا هنلون المنطقة دي المساحة دي على اساس يبان الطفل نفسه. فاحنا كده خلاص بنلون، طبعا بديها بالرصاص او القلم الاسود الغامق بس الرصاص يعني يؤدي الغرض. ممكن نديها باللون الاسود بس احنا حنديها بالرصاص. زي ما انتم شايفين كده. نحاول احنا باللون بالرصاص ما نعملش مكان توقفات للقلم، يعني ما بقاش القلم باين انه موقف في مكانات كده او نضغط جامد على القلم، بنحاول بالراحة كده بالقلم ونمشيه، ما نخليش يعمل مكان فيه توقف للقلم. زي ما انت شايفين كده. طبعا بعد ما بنعمل البداية هنجيب منديل ورق ونمسح هنا برضو لحد هنا ملابس هنا لحد هنا ملابس احمد، برضو بنلون المنطقة دي. زي ما انتم شايفين كده. تمام. بعدين صورتها هي هنا في المنطقة دي طالع من الدقنة هنا الرقبة كده، الرقبة كم الرقبة كده نعتبر ده الملابس. وبعد كده دي فممكن نديها لان اللون اصفر، ممكن نديها بلون تاني او ممكن نديها بأي شكل من الاشكال. خلينا نكملها بنفس اللون او نديها نخملها بنفس اللون. نفس الشكل عشان
طبعا في شعر، شعرها جاي هنا، بس بغض عن الموضوع ده دلوقتي. هنا زي ما انتم شايفين، بعدين بنجيب منديل، منديل كده، وبنمسح، نمسح على اللون كده على الرصاص زي ما انتم شايفين. هنا بنمسح برضو، هنا طبعا الأماكن دي لو حطينا المنديل كده هيوزع اللون، فبنجيب أي خلة بتاعت أسنان بتاعت الأذن زي كده، ونمسح المناطق اللي هي مينفعش نمسحها بالمنديل، عشان المنديل هيخرب اللون، هيجيب على الوجه وهيجيب مساحته كبيرة، فبنمسح كده. زي ما انتم شايفين كده، هنا بنحدد هنا المساحة، المنطقة دي بنحددها شوية عشان توضح. نشوف الرسمة تاني. دي كده الأذن هنا لحد هنا، زي ما انتم شايفين كده. دي الرسمة بتاعت الأخ أحمد والأخت زينب وطفلتهم، ربنا يحفظهم يا رب. دي جمعتهم كده في صورة واحدة. وشكرا، يا ريت ما تنسيش في الاشتراك وتفعيل الجرس، وان شاء الله تابعوني في رسمات كتير. وشكرا لكل اللي شرفوني. كده الرسمة تقريبا انتهت.